بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم فرج الكرب عنا وعن المكروبين من أمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وألف بين قلوب عبادك المؤمنين. اللهم يا رب العالمين، أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واستر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتم السعادة أجمعين. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وأبائنا وأمهاتنا وآل بيت نبينا ومشايخنا وعلمائنا وسائر المسلمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، نكمل قراءة كتاب فتح القريب المجيب على متن الغاية والتقريب، شرح ابن قاسم الغزي على متن القاضي أحمد أبي شجاع الأصفهاني رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما في الدارين أمين، بفقه السادة الشافعية. فصول في كتاب البيوع. فصل في أحكام الخيار. والخيار من الاختيار، أي اختيار الفسخ أو الإمضاء في العقد. يعني العقد إذا كان صحيحا يكون لازما، يعني لازما يعني يؤدي مقصوده أو ثمرته. أي عقد إذا كان صحيح يكون لازم، ولزومه يؤدي وجود ثمرة العقد. فإن كان عقد نكاح مثلا فثمرته حل الاستمتاع ولزوم حقوق الزوجة وحقوق الزوج، وكذلك في عقد البيع صحته تقتضي لزوم، ولزوم يقتضي التملك وحرية التصرف، أن يصير مالكا للشيء وأن يتصرف براحته. فالاختيار أن يكون العقد لازما أو غير لازم، ويكون هو الاختيارات أو الخيار في عقود البيع ثلاث أنواع عند الشافعية وأربع أنواع عند المالكية. عندنا خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار العيب. ثلاث خيارات: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار العيب. والملكية يضيفوا خيار الرؤية. الملكية لأنهم يجيزوا بيع ما لم تره، على أن يكون لك خيار الرؤية إذا رأيته. لكن الشافعي لا يجيز بيع ما لم تره، لابد أنك أنت ترى أصلا، وبالتالي ما عندهمش خيار رؤية، لأنهم ما عندهمش إجازة بيع ما لم تره. عشان كده لا يجيزوا يعني العقد البيع مع أعمى، لأن الأعمى لا يرى المبيع كما فصلنا قبل ذلك. يقول: والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. وده كأنه بالضبط نص حديث، بس بإيه؟ بتحوير. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث اللي رواه الإمام البخاري وغيره: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. حديث مشهور وكل الناس حافظينه، وقل من يعمل به. يعني ما شاء الله كل الناس حافظين، لكن قل من يعمل به في أسواق التجارة. فالمتبايعان بالخيار يعني بين إمضاء البيع وفسخ. ده شرح ابن قاسم الغزي في المسألة. أي يثبت لهما خيار المجلس في أنواع البيع كالسلم ما لم يتفرقا، أي مدة عدم تفرقهما عرفا، أي ينقطع خيار المجلس. كلمة ما لم يتفرق شرحها سيدنا ابن قاسم الغزي، قال: أي مدة عدم تفرقهما.
يبقى كأن ما جعلها مصدرية 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 ظرفية. لما نخليها ظرفية تبقى مدة، يبقى ما يعني مدة، ومصدرية يعني هي والفعل اللي بعدها يسبقوا مصدر. عشان كده هو عمل كده، قال مدة عدم تفرق، لم خلاها عدم، شفت بقى، وما خلاها مدة، وبعدين تفرقهما أي يتفرقا، أي يتفرقا يعني التفرق، يعني سبكها بمصدر. فهمت بقى طريقة الشرح؟ يعني كأنه شرحها لغويا. لما ما لم يتفرقا، إذا كانت ما ظرفية تبقى مدة، وإذا كانت مصدرية تبقى تفرقهما، ولم تبقى عدم. بالضبط كده، فشرحها لغويا بالضبط. ما لم يتفرقا أي مدة عدم تفرقه. وبعدين عرف، يعني التفرق اللي يحدده هو العرف. يعني ايه؟ يعني فيش احنا عندنا في الشرع الشريف نقول عرفا امتى؟ لامتى نحكم العرف؟ ما لم يكن له حد في اللغة ولا حد في الشرع. ما فقد حده في اللغة او حده في الشرع نلجأ للعرف، تبقى اسمها العدم محكم. يعني الاشياء التي لم يحددها الشرع ولم تحددها اللغة نلجأ في تحديدها لايه؟ للعرف. زي احنا قلنا مدة الحيض، مدة الحيض ما حددهاش الشرع ولا حددتها اللغة، لا الشرع ولا اللغة، عملنا ايه؟ رجعنا للعرف. سألوا القوابل ودكاترة النساء والتوليد والنساء عموما مدة الحيض دي بنظام الاستقراء، لحد ما يعرفوا ان اقل مدة حيض يوم بليلة واقصى مدة حيض 15 يوم، يبقى رجعوها للعرف، واخد بالك؟ اما يقول مثلا ايه ان واجب الواجب على الرجل السكنة للزوجة، طب السكن ده ممكن يبقى أوضة واحدة، ممكن يبقى أوضتين، ممكن يبقى ثلاثة، والتشطيب ممكن يبقى من غير تشطيب، وممكن بتشطيب عادي سوبر لوكس ولوكس، إيه اللي يحدد السكنة دي؟ العرف، لأن قال لك أسكنهن من حيث وجدتم، واخد بالك، من حيث سكنتم، يعني يبقى عرفا، يبقى إيه؟ أسكنها في الحاجة اللي أنا أسكن فيها حسب مستوى الاجتماعي. وحسب مستوى هي الاجتماع، واخد بالك؟ يبقى مع وكسوتهم برضه ما تجيبلهاش خيش الا لو كانت هي اصلا بتلبس خيش، مستوانا كده، احنا كلنا بنلبس خيش نجيب لها خيش، احنا الاثنين بنلبس كتان نجيب كتان، نلبس صوف فخم نجيب صوف فخم، وهكذا. يبقى الاشياء لما قال لك اكسيهم وانفق عليهم يعني اطعمهم، وقال لك سكنهم، فيها حدود، دي اللغه مبينه ليها حدود، مش معروفه هل الشرع بين حدود؟ لا، يبقى نرجع للعرف. وهكذا بقى في كل ما لم يحدده الشرع ولا اللغه نلجا فيها ايه؟ للعرف. عشان كده قال ايه؟ مده عدم تفرقهما ايه؟ عرفا. عرفا ليه بقى؟ زي ما قلنا لعدم تحديد كيفيه التفرق لغه ولا شرعا، فتركها للعرف. اي ينقطع خيار المجلس إما بتفرق المتبايعين ببدنهما عن مجلس العقد، شوف ببدنهما، يبقى هنا احنا عندنا التفرق بالأبدان، عند الشافعية التفرق بإيه؟ بالأبدان، لا يكون التفرق بالأقوال، لأنه ممكن احنا بنتكلم اتفقنا على عقد البيع وبعدين خلاص أنا قلت لك بعتك، قلت قبلت، اتفقنا، وبعدين بعد كده اتكلمنا على أي مواضيع أخرى بقى، ايه رايك في المعتصمين في بلاد التحرير؟ ايه رايك في اللي هيسحفوا على المقطم يوم الجمعه؟ طب وهنعمل ايه؟ بقينا بنتكلم في موضوع تاني غير متعلق بعقد البيع. طب وايه رايك في مكتب الارشاد والاخوان بيعملوا ايه؟ هل بيعكوا ولا ليهم الحق ولا ايه؟ والامريكان عايزين كده فوضى، والمصريين مالهم اتغيروا ليه؟ وقاعدين بقى نتكلم في الوضع العام. يبقى اسمه ده تفرق بايه؟ بالاقوال. لكن احنا لسه قاعدين في المجلس. هل هذا يعتبر تفرق؟ الشافعي يقول لك لا، طالما انتوا قاعدين في نفس المجلس ولو فتحتوا 100 موضوع، العبره بالتفرق بايه؟ بالابدان. ولو طال هذا المجلس، افرض ان احنا مسافرين مع بعض وقاعدين في فندق في اوضه زوجي مع بعض 3 ايام، يفضل مجلس العقد 3 ايام ولو طال، واضح؟
يعني في اي وقت ممكن نقول ايه، بقول لك ايه العقد اللي بيني وبينك ده انا مش هنفذه في اي وقت، طالما لم يحدث التفرق بالابدان ولو طال عرفا برضه، واخد بالك، ولو طال عده ايام. فيد التفرق بالابدان، الابدان يعني انك انت تسيب مجلس العقد وتمشي تنصرف. خلاص لما المكالمة تنتهي، لما تقفل الشاشة في الكونفرنس والانترنت كونفرنس، ما هي دي برضو يعني بأي صورة كانت، يعني اللقاء ينتهي اللقاء، سواء كان هذا اللقاء تليفوني يبقى انتهت المكالمة، أو هذا اللقاء على شاشة، واخد بالك ازاي، أو هذا اللقاء في مكان، يبقى العبرة بالتفرق وإيه بالأبدان، ليس التفرق بالأقوال زي ما قلنا عند مذهبنا، لأن في مزايا تانية قالت التفرق يكون بالأقوال يكفي، واخد بالك، يبقى انعقد العقد طالما بقيت فتحنا موضوع آخر، ولا بالأرواح، يعني لو مات أحدهما بعد ما اتفقوا هما في المجلس واحد منهم مات، ينتقل خيار المجلس للورثة، واضح؟ ده لو مات، يعني لو حصل تفرق بالأرواح أحدهما مات ينتقل للإيه؟ الخيار للورثة مباشرة. طب جنون، واحد منهم اتجنن، ينتقل التفرق، ينتقل ايه الخيار المجلس للولي، لولي هذا المجنون، والمجنون مش ورثة لسه عايش، هيبقى اسمه ولي، واضح؟ وكذا الإغماء، أغمى عليه، دخل في غيبوبة، نقلوه المستشفى من مجلس العقد على الغيبوبة أو إغماء، يبقى ينتقل برضه للولي ان طال الاغماء، فان افاق على طول في نفس المجلس، يعني اغمى عليه كده شويه هقوله وكده، وكان نقص سكر تديله حاجه مسكره شربها فاق تاني، يفضل معاه هو اختيار المجلس، لكن ما لم يطل الافاقه، فان طالت الافاقه ينتقل للولي كالجنون. خدت بالك؟ كل ده عرفناه منين؟ من كلمه ببدنهما، كل دي تفريعات عشان نفهم، اما تفرق المتباعين ببدنهما عن مجلس العقد، سيدنا عبد الله بن عمر راح اشترى من سيدنا عثمان بن عفان بدله ارض ليه عنده في منطقه اسمها الغابه في اطراف المدينه بارض في خيبر، فقال له تاخد دي مقابل دي، فسيدنا عثمان وافق، قام سيدنا عبد الله بن عمر مشي على طول مخافه ان سيدنا عثمان يغير رايه، لأنها شافها أن البدل فيه يعني إيه مصلحة له. فراح انصرف على طول، طب سلام عليكم. وراح ماشي. قصة معروفة. مخافة إيه؟ أن هو يبقى كان سيدنا عبد الله بن عمر يعرف التفريق بالأبدان أهو. وده فهم سيدنا عبد الله بن عمر اللي خده الإمام الشافعي. بمذهب أن التفرق العبرة بيه بالأبدان، لأن كان ممكن يمكث معاه ويتكلم في موضوع تاني. هنيجي بقى في العيب، الخيار بالعيب يحميك لو انت اشتريت بضاعه مضروبه، خلاص يبقى دي الانتشار الغش ولتسرع الناس، ولتسرع الناس، ما هو الحاكم له ان يقيد بقى المباح، واخد بالك، يعني احنا بنتكلم دلوقتي في قوانين حديثه، القوانين الحديثه دي الحاكم له ان يقيد بعض المباحات بسبب سوء تصرف الناس في اموالها. افرض الناس بقت عندها سفاهه وبقت تشتري، ياخد قرار متسرع، فعشان نحميه من نفسه ينص على قانون معين، ده لا باس، احنا بنشرح لما يبقى ايه الحاجات الاصول الشرعيه، الحاكم له ان يضيف زياده لكن ما يقللش دي ولا يلغيش دي، واضح؟ يبقى اختار احدهما ايه؟ إما بتفرق المتبايعين ببدنهما عن مجلس العقد، أو بأن يختار المتبايعان لزوم العقد، فهو اختار أحدهم، فلو اختار أحدهما لزوم العقد ولم يختار الآخر فورا سقط حقه من الخيار وبقي الحق الآخر. افرض إن البائع قال له خلاص العقد لازم وأنا مش هرجع في كلام، يبقى سقط خيار المجلس من البائع لأنه أنا مش هرجع في كلام، وبقي خيار المجلس للمشتري، واضح؟ او المشتري العكس قال له لا خلاص استبين،
انا مش هرجع في كلام، يبقى سقط خيار المجلس المشتري وبقي خيار المجلس البائع. فهمت بقى؟ او هما الاثنين اختاروا عدم ايه، عدم خيار المجلس، وان العقد يبقى يلزم بمجرد الاتفاق، يبقى خلاص يبقى سقط خيار المجلس لانهم اشتركوا على انفسهم. واضح؟ ولهما اي المتبايعين، وكذا لاحدهما اذا وافقه الاخر ان يشترط الخيار في انواع البيع. ده بقى خيار الشرط، مش احنا قلنا النوع الثاني اهو خيار الشرط. لهما ان يشترط، يبقى خلصنا الخيار الاول هو خيار المجلس، وقلنا التفرق فيه بالابدان، وان الخيار الثاني وهو خيار الشرط بيسموه كمان خيار التروي، وساعات يسموه خيار الاراده او خيار التشهي، او ده اللي انت بتقول عليه حمايه المستهلك، ان لو ان هو يفسخ العقد بدون ابداء سبب لمجرد الاراده، تغير ارادته. واضح؟ فده يدخل اسمه، يسموه خيار الشرط. ها؟ لازم يكون نص عليه في التعاقد الاول. ما لهما ان ينص، طالما هو ما نصش لكن القانون نص. ادام القانون للحل بينص يبقى خلاص، مش كده واضح؟ يبقى ولهما اي المتبايعين وكذا لاحدهما اذا وافقه الاخر ان يشترط الخيار، يعني الحاكم له ان يشترط لحمايه الناس من بعضهم البعض. كان الحاكم هو اللي اشترط بالنيابه عن احد طرفي العقد. وهذا جائز. انا بس عايز ابين لك ان العقود والقوانين المدنيه اللي بنتعامل بها في اوغندا دي قوانين اسلاميه، ازاي ما يعتقد الناس ان احنا جايبينها من فرنسا؟ لا، حكايه اشاعه ان جايبينها من فرنسا دي لان مراد بيه كتب القانون المصري بالفرنسي اصلا، لانه كان يريد الفرنسيه، لكن كان يراعي فيه المذهب الحنفي والمالكي. مراد بيه ده زمان خالص، ايام ما كانوا عايزين يخرجوا ومش عايزين يمشوا على ايه، على على الجريده العدليه اللي كانت بتجي لنا من الاستانه تنص على القوانين ايام الخلافه العثمانيه، ايام الخديوي اسماعيل واللي جه بعده وكده. حاولت مصر انها تستقل قانونيا عن الخلافه العثمانيه ويبقى ليها قانون. فظهر بقى ايه مجهودات مراد بيه، هو كان راجل يجيد الفرنسيه وكان رجل قانوني بارع في هذا العصر، فكتب القانون المصري بالفرنسية بعد ما راجع نابليون واحد ونابليون اثنين اللي هي مستمدة من فقه الأحناء الملكية، واخد بالك ازاي، اللي هم اصلا خدوم الاندلس. فهو راجع ده وراجع ده وراجع فقه الأحناف وراجع فقه الشافعية على الملكية، وعمل قانون جديد عشان يبقى منفصل وتبقى مصر ليها ايه، الحكومة المصرية يعني يبقى ليها استقلاليتها التشريعية. فكتبوا بالفرنسي على اساس يمشيه مع البنود المكتوبه بالقانون الفرنسي، لانه هو اللي كان ايه يعني قانون، لا قانون متحول الى بنود، فبقى يعمل على مثلها يعني، لكن مش ملتزم بيها. فهمتني ازاي؟ يقوموا يطلعوا اشاعه يقول لك مصر بتحكم بالقانون الفرنسي. دي اشاعه كلها، كل دي اشاعات ما حصلتش. وبناء عليه طلعت التكفير والهجره وتكفير الحاكم واغتيالات مش عارف ايه، والقوانين القصص الطويلة اللي انت عارفها دي واللي احنا عايشينها وإلى الآن عايشينها. فاحنا عايزين نبطل بقى الحكاية دي ونرجع لتواريخنا الحقيقية ونقرأ بوضوح يعني. المهم يبقى ايه، ولهما اي المتبايعين وكذا لأحدهما إذا وافقه الآخر أن يشترط الخيار في أنواع البيع إلى 3 أيام. يبقى خيار الشرط يبقى خلال 3 أيام عند الشافعية، أذهبهم كده. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قايل كده في حديث بتاع الراجل اللي كان لما يتسرع في البيع وجم اشتكوا أهله ليه إن هو بيشتري ويبيع وبعدين بيشتري بيوع خطأ وهو لا يستطيع أن يترك البيع، فالنبي قال اشترط وقل لا خلابة، يعني بلا خديعة، ولك أن ترد في خلال 3 أيام. فأخذوا هذا الشرط وقالوا يبقى ده خيار إيه؟ خيار الشرط او خيار الاراده، اراده انفاذ البيع او عدم نفوذه بلا ابداء اسباب في خلال 3 ايام. واضح؟ وتحسب المده، تحسب ال3 ايام من امتى؟ من العقد لا من التفرق. فلو زاد الخيار على 3 بطل العقد، بشرط ان المبيع ده لا يفسد في خلال 3 ايام.
اشتري منه طبيخ مثلا وبعد كده اقول له بعد 3 ايام ارده له وهو حمض، ما ينفعش، حرام. فهمتني ازاي؟ يبقى يشترط هنا في الرد بعد 3 ايام الا يفسد في مده 3 ايام. طب ولو طرا فساد فيه او نوع من النقص يبقى يتحمل قرش النقص. لو ملناش دعوه بقى، ملناش دعوه بقى، الحكام يشوفوا ايه مسؤوليتهم مع الفقهاء، يقعدوا مع بعضهم. لكن احنا بنتكلم عشان ما ناكلش اموال بعضنا بالباطل. انت لو شايف ضميرك مأنبك خلاص تسامح يا اخي، او جي على نفسك. والاحسان لا نهايه له، والورع لا نهايه له. لك ان تتورع، انت مش ملزم تنفذ القانون. افرض في قانون لكن انت شايف انك انت هتبقى ظالم اخوك لو نفذت القانون ده، لك الا تنفذه عشان تبرأ ذمتك، مفيش مشكله. القانون ده لفض النزاع، لكن يجوز انك انت تتنازل عنه لاخيك، مفيش اشكال. فهمتني المساله؟ يعني افرض ان انا مثلا اشتريت سياره وبعدين انا عايز اردها بعد 3 ايام، بس انا عملت بيها حادثه، انا مستلمها من الاجانس بتلمع حد، هل مطبقه؟ ما ينفعش. يبقى تحمل بقى، لو هردها اردها له مع ايه؟ مع تكاليف اصلاحها، لاعادتها مره اخرى. فهمتني بقى المساله؟ يعني لو طرأ فساد عليها على الشيء ده وانا مصمم ان انا اردها في خلال مده خيار الشر، يبقى لازم اتحمل قرش النقص. واضح الكلام؟ في نقطه مهمه. في بقى بعد كده الرد بالعيب. ولو كان المبيع مما يفسد في المده المشترطه بطل العقد، ايه خلصنا. واذا وجد بالمبيع عيب، ادي بقى ايه؟ خيار العيب. ادي النوع الثالث اهو. واذا وجد بالمبيع عيب يبقى ده خيار العيب. وساعات يسموه خيار النقيصه. النقص يعني. يا من النقص. وإذا وجد بالمبيع عيب موجود قبل القبض تنقص به القيمة أو العين نقصا يفوت به غرض صحيح، وكان الغالب في جنس ذلك المبيع عدم ذلك العيب كزنا رقيق وسرقته وإباقه، فللمشتري رده. أي المبيع مدي لك مثال في الرقيق، يعني لو أنا اشتريت رقيق وبعدين اشترطت أن يكون الرقيق ده عفيف، فجيت بعد ما اشتريته وجدت ان هو زاني، او وجدت ان هو غير امين بيسرق، او وجدت ان هو بيهرب من سيده. فهمت ازاي؟ اباق يعني يبقى ده عيب فيه، يبقى ليا ان انا ارد. طب افرض ان انا نويت ارده وبعدين وانا برده ايه الواد ده عربيه ضربته وانا واخده ورايح ايه ارده فاتكسرت رجله، يبقى ارده واتحمل انا علاجه لحد ما رجعوا له سليم زي ما استلمته منه سليم. فهمت بقى ازاي؟ كانه طرأ عليه النقص وهو ايه؟ في ضمان. طرأ عليه النقص وهو في ضمان. ما ينفعش ابيعه ارده عشان جاله دور انفلونزا، لان الانفلونزا دي طرأت عليه وهو عندي، مش عيب موجود فيه اصلا. افرض ان انا اشتريته لقيت عنده سكر، ومرض السكر ده مرض مزمن، يبقى ده اكيد موجود من عنده وهو ايه؟ يبقى لي ان انا ارده، عشان انا مش عايز يبقى ايه العبد بتاعي عنده سكر وكل شويه يجي له غيبوبه السكر وبديله انسولين وجايب امرضه انا جايبه عشان يقضي لي مصلحتي، مش هقعد امرض فيه. فهمتني بقى؟ فلي ان انا ارده بالعيب اذا كان العيب ده موجود عند البائع قبل ان استلم. انما لو طرأ عليه العيب وهو في حيازتي يبقى ما اردوش بالعيب ده، لانه كان في ضمان. واضح؟ فللمشتري رده اي المبيع. هندخل في موضوع تاني جديد. ولا يجوز بيع الثمره المنفرده عن الشجره مطلقا، اي عن شرط القطع، الا بعد بدو اي ظهور صلاحها. النبي نهى عن بيع ما لم يبدو صلاح، لان بدو الصلاح معناه امن الايه؟ الافه. وبدو الصلاح كل ايه؟ حاجه، كل ثمره على حسب نوعها. كان اذا كان التمر بلح يعني يبقى يصفر ويحمر، إذا كانت موالح يبقى تصفر، واخد بالك؟ وإذا كان مثلا تفاح يبقى يحمر أو ياخد لونه اللي هو اللون بتاع النضج بتاعه، وإذا كان تين يبقى يطرى، كل حاجة على حسب نضجها يعني، واخد بالك؟ طيب. ولا يجوز بيع الثمرة المنفردة عن الشجرة، يعني لو أنا بعت الشجر بالثمر اللي عليه مش شرط إن إيه أنتظر بدو صلاح.
لان انا شبعت الاصل والثمره متصله باصلها. لكن لو انا هبيع الثمره يقطعها والشجره ما اتباعتش، يعني الشجره لسه بتاعتي، انا ببيع الثمره بس، لازم ابيعها بعد بدو صالحها. واضح؟ طب افرض بعتها قبل بدو صالحها، يبقى اشترط له القطع ان كان له منفعه في قطعها قبل بدو الصلاح. فان لم يكن له منفعه في قطعها قبل بدو الصلاح يبقى العقد ده باطل. لان ازاي هقبل ماله واشرف عليه يقطع ثمره لا مصلحه في قطعها قبل بدو صالحها؟ يبقى كده باكل امواله بالباطل. فهمت بقى المساله؟ يبقى امتى تجوز بيع الثمره قبل بدو صلاحها؟ مع شرط القطع ان كان للمشتري مصلحه في قطعها على هذه الحال. واضح؟ يعني هو عايز يقطعها قبل ما يبدو صلاحها، لان هو بيستعملها لاي استعمال. واخد بالك؟ يعني في انواع، لا مش على اخضر، ما هو الموز ده بدو صلاح، لما بيقطعه اخضر كده لان هو بيكمل بطريقه ثانيه مش على الشجر. اي بقى ثمره هياخدها يعملها مخلل، هيعملها مش عارف ايه، هيعملها علف للدواب، هو حر. لكن اشرط عليه اقطعها قبل بدو صلاحها ولا مصلحه له فيها واقبل منه مال، يبقى كده باكل امواله بالباطل. واضح؟ ولا يجوز بيع الثمره المنفرده عن الشجره مطلقا، اي عن شرط القطع، الا بعد بدو اي ظهور صلاحها، وهو فيما لا يتلون انتهاء حالها الى ما يقطع. تعريف الصلاح ايه؟ وهو فيما لا يتلون انتهاء حالها الى ما يقصد منها غالبا، كحلاوه قصب وحموضه رمان ولين تين، وفيما يتلون بان ياخذ في حمره او سواد او صفره كالعناب والاداس والبلح. اما قبل بدو الصلاح فلا يصح بيعها مطلقا، لا من صاحب الشجره ولا من غيره الا بشرط القطع، بشرط طبعا ان يكون المقطوع ايه منتفعا به، والا فلا يصح البيع، سواء جرت العادة بقطع الثمرة أم لا. ولو قطعت شجرة عليها ثمرة جاز بيعها بلا شرط قطعها. يعني قطعت الشجرة من جدها وأنا ببيع الشجرة بالثمار اللي عليه، يجوز بقى بيع خلاص. ولا اشترط إن إيه يقطع الثمرة. الثمرة هنا مش هتنضب. ماليش دعوة، بس اللي هيجي هيشتريها مقطوعة. يشتريها بقى خشب، يشتريها بثمار، انا يعني انا ببيعها وثمارها لازق فيها لكن الشجره قطعت. مش هشرط عليه كمان يقطع ثمارها، ما هو هياخدها ينقلها. واضح؟ يتصرف فيها. ولا يجوز بيع الزرع الاخضر في الارض الا بشرط قطعه او قلعه، برضه نفس الحكايه. فان بيع الزرع مع الارض او منفردا عنها بعد اشتداد الحب جاز بلا شرط. لان هنا بدا صلاح. ومن باع ثمرا او زرعا لم يبدو صلاحه لزمه سقيه قدر ما تنمو به الثمر. طب افرض ان انا بعت ثمر او زرع لم يبدو صلاحه. كويس؟ وبعدين احتاج ساقيه، يبقى السقي هنا على البائع. السقي على البائع. كويس؟ وتسلم عن التلف. سواء خلى البائع بين المشتري والمبيع، المشترى والمبيع، بين المشتري والمبيع، او لم يخلي. هنيجي هنا بقى للتعامل في الريف المصري. ساعات يبقى عنده بستان، يعني تفاح مثلا، شجر تفاح، شجر مانجا، ويبيعه بالخمس سنين. يبقى هنا بيبيع الثمر قبل ظهور، يبقى هذا العقد باطل. يعني العقود المستعمله في ارياف مصر حكايه ايه؟ يتفق مع واحد ابيع لك ثمار هذا البستان ب50,000 جنيه في السنة لمدة خمس سنين قدام. فهمت ازاي؟ هذا العقد بالصورة دي باطل. فهمت بقى ازاي؟ لو كان عقد بيع، لكن لو اتفق مع عقد انتفاع يبقى عقد صحيح. يعني لو حولها عقد انتفاع، والفرق بين عقد الانتفاع وعقد البيع انه لا يعود، لا تضمن انت في حال ما لم تثمر الثمر الشجر. واضح؟ مالناش دعوه، انت هتقول له ايه؟ انا يعني نعمل بيننا وبين بعض عقد انتفاع، انت تنتفع بهذا البستان
لمدة 5 سنين مقابل مبلغ كذا في السنة، عقد انتفاع وليس عقد بيع. الفرق بينهما في الضمان، ان عقد الانتفاع لا تضمن وعقد البيع تضمن. لو كان بيع وجت سنة ما ثمرتش يبقى هو باطل من الاصل، ولو جت سنة ما اثمرتش ما تاخدش تم، تاخدش فلوس. فهمت بقى ازاي؟ ويبقى العقد باطل من الاول. ولو هو استمر العقد مع بطلانه لعدم علمك ببطلانه تبقى تضمن انك ترد لو استمن، لو لم يثمر ايه الشجر في سنة من السنوات. فهمت بقى المسألة؟ فهم ما خدوش الفلوس خلاص كويس. هو الاحسن يبيعه سنة بسنة بعد بدو الصلاح، مصلحة للبائع ومصلحة للايه للمشتري، عشان ما تبقاش فيها مخاطرة. ده الاحسن. ما احنا بنقول الايجار هنا ايجار، يعني ايجار ايه؟ اصل انت الشجر ما بيتأجرش، الشجر بيشترى ثمر غير الارض، الارض تتأجر لانه يقدر يستفيد بيها، يزرع ويحصد. لا لا ما ينفعش الايجار. يسموه عقد انتفاع. لا تملي العقود دي بتتكتب كده، عقد بيع ثمار الغيط الفلاني اللي حدوده كذا والمكون من كذا ايراد، بتتكتب كده. انا اصل انا اطلعت على العقود دي في الارياف، تملي كتب العقد بيع ثمار. فاذا اتكتب بالصوره دي يبقى هنا واخد بالك هذا العقد باطل طالما لم تبدو صلاح الثمار. واضح؟ طيب لو هو في ناس يقول لك ما انا ما اقدرش، انا مش قاعد في البلد وانا ما اقدرش ابيعه كل سنه وما اعرفش اراعي الثمار بتاعتي الشجر، لانه بيحتاج يتسقي في مواعيد معينه، بيحتاج يترش في طريقين معينه، وانا راجل هنا قاعد في المدينه، فده بيريحني لما بيبقى مسؤول عنه هو بيريحني. طب انا اعمل ايه؟ نقول له اجتماع عقد انتفاع، بس عقد انتفاع، وهو بقى ينتفع بيه بالطريقه اللي يجدها مناسبه. افرض ان هو ممكن هيزرع بين الشجر مثلا، لانه لسه الشجر صغير، لما بيبقى لسه الشجر صغير بيزرع بين الشجر لحين ما يثمر، 5 سنين على ما تثمر الشجر، 6 سنين ساعة 4 سنين. فهمتني؟ يبقى ده عقد ايجار، ايجار زراعه بقى، يبقى اسمه مزارعه، ما اسموش بقى ايه عقد بيع ثمار. فهمتني؟ المهم الخلاصه انك انت لا تبيع ما ليس عندك، ولا تبيع ثمر قبل بدو صلاح. الاول تعرف احكام الشرعيه، وبعدين بعد كده انت تكيف العقد بالصوره اللي تجدها مناسبه. شركات الالبانه وشركات اللي هي فكره التجاره والصناعه فقط بيشتروا عشان يعملوا في جزء، هم بيزرعوا بنفسهم وجزء بيشتروا عشان يعملوا حاجات المصانع بتاعتهم سنين. مش هو اللي بيزرعه؟ خلاص يبقى رجع العقد مزارعه، يبقى ده عقد مزارعه مش انا اللي زرعه. يعني انا اجرت له الارض بتاعتي دي ارض جرداء كده صالحه للزراعه، فاجرتها له 10 سنين، فراح هو في ال10 سنين دي زرع فيها شجر. فهمتني؟ وقعد يزرع بين الشجر لحد ما الشجر ده اثمر. مرت ال10 سنين دي خدت انا الارض بتاعتي بشجرة اللي فيها. فهمتني بقى؟ يبقى في الحاله دي بقى انا مش هبيع الا لما يبدو الثمار. الحاله المقصوده حضرتك جزء تمتلك قطعة أرض أو بيمتلك مجموعة مواشي، والجزء الآخر من احتياجاتها من الشراء من السوق، وهو عشان ما يبقاش تحت رحمة حد يوم بيعمل حقوق طويلة. يعني ما دي عقود مزارعة، دي احنا ما اتكلمناش عليها هنا. هيجي درس المزارعة، احنا الوقت في عقود، احنا بنتكلم الوقت في بيع ثمار. هيجي بقى درس المساقاة والمزارعة دي أبواب تانية، فحب حب الرحمة هتيجي. لكن احنا بنتكلم على دلوقتي بيوع ثمار، بيع ثمار يعني شجر مثمر عن بيع الثمر اللي فيه. حتى لو رحت معاك بيع الثمار بشروط، يعني مثلا على الاقل ما يقل ثمار الفدان عن كل ده بقى، لا يجوز كل ده لا يجوز، لان انت ما تضمنش. خليها عقد انتفاع وريح نفسك. كل اللي انت هتقوله ده مش هينفع، لانك انت بتبيع ما ليس عندك وما لا تملك وما لا تضمن. كل الشروط انت لا تضمنها ولا تملكها ولا، واخد بالك؟ فيبقى عقد انتفاع وتريح نفسك.
ولا يجوز بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا. معروف احنا قلنا ايه الربا المرة اللي فاتت، ان الجنس الربوي لما بيع جنس ربوي بنفس جنسه اذا اتحدوا في النوع والعلة يشترط ثلاث شروط: التقابض والتماثل والحلول، كده برضو. طيب اي جنس ربوي رطبة فيه رطوبة يعني فيه مية، طب ما المية جنس ربوي، المية لانها مطعوم جنس ربوي، انا ما اعرفش قدر المية اللي جوه هذا، فازاي انا ابيعها بمثلها وانا مش عارف قدر المية اللي فيها؟ فهمت بقى المسألة؟ يبقى ما ينفعش. ليه؟ لعدم ايه؟ توافر شرط التماثل. ولا يجوز بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا لوجود الماء فيه، والماء جنس ربوي، فلا تستطيع انك انت تحدد قدر الماء في الايه؟ التبادل. بسكون الطاء رطبا المهمله، واشار بذلك انه يعتبر في بيع ربويات حال الكمال، فلا يصح مثلا بيع عنب بعنب، لكن ممكن ابيع زبيب بزبيب مع التماثل والتقابض والحلول، لان الزبيب فقد ماءه. واضح؟ دي سهله. وممكن ابيع زبيب بتمر ويسقط شرط التماثل ويبقى شرط التقابض والحلول. اختلف النوع زبيب بتمر، اختلف النوع، يبقى يجوز التفاضل ولكن يبقى شرط التقابض والحلول. واضح؟ وما ينفعش ابيع رطب برطب، لان ده في ميه وده في ميه ما اعرفش قدره. ولا يجوز ان انا ابيع رطب بتمر عشان ده فيه قدر ماء انا ما اعرفش قد ايه. كل ده معروف قلناه قبل كده، لكن هو بيجيبه هنا مخصوص تاني تاكيدا يعني. ثم استثنى المصنف مما سبق قوله الا اللبن. اللبن في المواقف المائعات ده في استثناء، اي فانه يجوز بيع بعضه ببعض بس بشرط قبل تكبينه. بشرط ايه بقى؟ لبن بقر بلبن بقر. لو كان لبن بقر بلبن بقر يبقى لازم ايه؟ التماثل والتقابض والحلول، لان ده نفس النوع. طب لبن بقر بلبن ابل يسقط شرط التفاضل التماثل، ويجوز التفاضل لكن يبقى التقابض والحلول. او لبن ابل بلبن معز اختلف النوع، فهمتني ازاي؟ يبقى يسقط شرط التماثل ويبقى شرط التقابض والحلول. وفي النقطه دي تاخد بالك منها. الا اللبن اي فانه يجوز بيع بعضه ببعض قبل تجبينه. واطلق المصنف اللبن فشمل الحليب والرائب والمحيض والحامض. والمعيار في اللبن الكيل، المعيار في اللبن مش الوزن، الكيل. فما ينفع اما نقول انا اشتريت التماثل يبقى التماثل كيلا لا وزنا، حتى يصح بيع الرائب بالحليب كيلا وان تفاوتا وزنا، لان اللبن الرايب واللبن الحليب الكيل واحد والوزن يختلف، فالعبره بالكيل وليس بالوزن. واضح؟ لان الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن، يعني التماثل في الكيل بالكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن والعد فيما يعد زي ما قلنا قبل كده. ايه؟ يعني الحاجه اللي هي الناس بتشتريها كيلا يبقى التماثل يتحدد بالكيل، والحاجه اللي الناس بتشتريها بالميزان يبقى التماثل بالوزن. الكيل اللي هو الحجم. حجم. الكيل اللي هو الحجم، والوزن اللي هو الكثافه مع الكتل. مش كده برضه؟ يبقى الوزن اللي هو بالكيلو. الكفتين. والكيل اللي هو بالمعيار بقى بالقدح. مش كده برضه؟ القدح واللتر والحاجات دي اسمه بالكيل. والله تعالى اعلى واعلم. ونقف على فصل في احكام السلم. لو في اسئله في اللي فات نتكلم فيها. ايوه اتفضل. دكتور اغلب اسواق الفاكهه بتاعت الجمله الموالح الموز بالذات بتتباع خضراء، هل ده بيع سليم؟ لان هو ده صلاحه، لان الموز اصلا ما ينضجش على الشجر، ده هو بيصل مرحله معينه هم يعرفوا اللي بيزرعوا الموز انه بيتقطع اخضر وبعدين بيتحط بطريقه معينه يحفظ بحيث ايه ينضج بقى يكمل نضجه. طيب
فهنا يجوز ايه شراء هذه الصورة لان هو ده نضج على الشمس. طب والموالح؟ الموالح الموالح لا العبرة بقى هنا في الموالح ان بعض شجر اللي في البستان يكون اصفر بعضه الشرط كله فساعتها تبيع بقى الكرة وهو بقى يقطع براحته فاحيانا هو يروح مقطع بعض الاخضر عشان الناس في اول الموسم يعني عايزه تشتريه بسرعه لانها بقى لها مده محرومه منه فيقوم يشتروا الاخضر ده لكن هو قطعه انا ما شرطتش عليه يقطعه ولا ما يقطعوش لكن هو ايه يعني في طريقه الى الصلاح يعني اذا وقف المشتري يسقط الشرط عن البائع شرط ايه؟ يعني النضج؟ لا يعني لو تنازلوا عن حق الشرع لا يتنازل له عن حقه يبقى سفيه يقوم الشرع يحميه واضح؟ حتى لا تاكل ماله بالباطل بسبب سفاهته في اسئله اخرى؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله